تمام. لما احنا نبص يا شباب على البيل اوف ماتيريال اللي هو اختاره، اختار ماتيريال غريبه شويه، بدا يختار الاس اي اي اس 2062. والماتيريال دي يا شباب طبعا بعد ابحاث ودراسات اكتشفت ان الماتيريال دي يا شباب عباره عن ستاندرد هندي، تمام، انديان ستاندرد. والماتيريال دي ماتيريال خاصه بالستيل ستراكشر، وطبعا الماتيريال الخاصه بالستيل ستراكشر ما تنفعش باي حال من الاحوال ان هي تستعمل كبريشر بورت ماتيريال. وهنا طبعا في خطا كبير جدا، ده انت كمان لو جيت بحثت عن الماتيريال دي في الازم 2 بورت دي، او حتى في الازم 8 ديفيجن 1، او حتى في الازم 2 بورت ايه، مش هتلاقي لها وجود اصلا. وبالتالي دي ان اسايند ماتيريال، دي ماتيريال طبعا المفروض ان انا ما ادخلهاش في البريشر فيزل بورت، وبالاخص ما ادخلهاش في الشل.